بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم نتعلم مع بعض كيف ننظف ملفاتنا على الستيج اريا أو الريبستوري. في البداية، هاي الكوماند لاين راح نتعلمها اليوم. هتعلمنا مع بعض في الفيديو السابق هي الجيت انشالايز. اليوم راح نتعلم الجيت ستاتوس، الجيت اد فايل، الجيت كوماند مسج، والجيت اد كل الملفات، والجيت اد الملفات فقط المعدل. راح اشرح لك اياهم هسه بالتفصيل. خلينا نفتح التيرمينال جماعه الويندوز، راح يفتحوا يا الجيت باش او السي ام دي، وانا بفضل دائما تستخدم معي الجيت باش. راح افوت مباشره على الديسكتوب. من الديسكتوب راح افوت على البروجكت. داخل البروجكت بدي انشئ ملف. خليني اعمل لك الجيت هنا، وخليني اكبر لك الخط. ايوه بيرفكت. حط لك الفولدر البروجكت تبعنا، حط لك يا جنبه عشان تشوف كل التعديلات. وزي ما اتفقنا في نهايه الكورس راح تكون انت عارف تستخدم كل الاوامر، مش حفظ لا فهم. في البدايه بدنا ننشئ مع بعض ملف تاتش نوت دوت تكست. هاي انشا لي ملف اسمه نوت. خليني اكتب شيء جواته نانو على السريع من هنا. نوت هاي تاب. خليني اكتب جواته هاي محمد. هاي محمد. كنترول اكس بس على حرف الواي انتر، والمفروض انه صار جواته ايش؟ هاي محمد. خلينا نشوف مع بعض. هاي محمد بيرفكت. متذكرين كيف بدنا نرفع ملفاتنا على الستيج اريا؟ ممتازين. بدنا نضيف اد، بدنا نستخدم الامر اللي اسمه اد. بقول لك جيت. انتبهت على شغله انه كل اوامرنا شو بتبلش؟ بجيت. نكتب اد. هون بحكي لك اكتب اسم الملف اللي انت بدك ترفعه على الستيج اريا اسمه نوت. بستخدم تاب عشان تسهل علي الامور. انتر. وهيك هي ارتفع على الستيج اريا. عشان اتاكد في شغله اسمها عندنا جيت ستاتوس كثير مهمه. هون شو بحكي لي؟ بيقول لي انه نيو فايل، في عندك ملف جديد اسمه نوت دوت تكست. يعني انت الملف هذا رفعته بس محتاج كوميت. خليني انشئ ملف جديد تاتش، خليني نسميه مثلا وورك دوت تكست. هي انشئت ملف اسمه وورك. هي نانو، خلينا نحكي هون وورك. هي تاب، وخليني اضيف جواته كرييت بيج هوم، يعني انشئ لي صفحه الهوم. كنترول اكس حرف الواي انتر. هيك هم مثلا. خلينا هسه نشوف مع بعض جيت ستاتوس شو راح تعطيني. بتحكي لي انه نيو فايل هو خلينا نحكي نوت أو موجود في الستيج اريا، لكن الورك دوت تكست مش موجود في الستيج اريا. فبحكي لي استخدم الامر اسمه جيت اد. هون راح تحكي لي كل مره بدي اضيف انا ملف على الستيج اريا، هل انا محتاج اكتب اسم الملف؟ يعني تخيل معي انك انت مثلا ضايف 10 ملفات، بدك تكتب له جيت اد اسم الملف؟ لا، في شغله اسمها دوت، لكن لا تنسى السبيس. السبيس معناتها المساحة أو المسافة، تمام؟ وهي أنت. خلينا نشوف هسه الجيت ستاتوس. باستخدام الأسهم للأعلى وللأسفل تقدر تنتقل بين الأوامر اللي كتبتها سابقا. فمثلا أنا بدي الجيت ستاتوس، شو حكالي؟ إنه هسه عندك أنت النوت والورك صاروا في الستيج اريا باللون الأخضر. لما يكون اللون الأحمر معناته هم لساتهم وين؟ في الورك دايركتوري، وركينج دايركتوري. خلينا هسه نعمل كمان مرة إيديت على ملف الورك. بدنا نحكي له نانو. عندنا هنا وورك، هي تاب وهي إنتر. خليني أضيف كمان كرييت، نعطي كمان تاسك بيج سيتنج. كنترول إكس حرف الواي إنتر. وخليني أعمل هنا السهم للأعلى. جيت ستاتوس شو بحكالي؟ قال لي شفت ملف الورك؟ ماله؟ انه صار عليها تعديل، هي موديفايد.
إنه صار على الملف الورك تعديل. بدي أرفع هسه التعديل على الستيج أريا. علمتك أكثر من حل، كأنه جيت آد نكتب اسم الملف أو دوت، وكلمة دوت هترفع لك كل الملفات اللي معدلة وغير اللي معدلة. هون بدي أفهمك نقطة مهمة. خلنا نعطي مثال إنه أنا مثلا في عندي 10 ملفات مرفوعين على الستيج أريا، وفي عندي 20 ملف مش مرفوعين على الستيج أريا. باستخدامك للجيت آد دوت أنت قاعد تحكي للجيت كل الملفات في المشروع ارفع لي إياها مرة واحدة، المرفوعة وغير المرفوعة. هون إذا حاب تفهم الجيت بشكل أكبر ممكن تستخدم هذا الأمر دبل داش أول، معناتها أنت فقط راح ترفع الملفات اللي تم تعديلها. هنشوف هسا الجيت ستيتوس، وهسا آخر مرحلة عنا إياها بننقل الملفات من الستيج أريا إلى الريبستوري. من ذاك شو كان الأمر؟ كان اسمه كومنت، جيت كومنت داش حرف الام، وهنا راح نكتب مع بعض المسج دبل كوتيشن، وجوا الدبل كوتيشن راح نكتب الرسالة التوضيحية. راح أكتب مثلا إنه أنا أنشأت هنا create file note and work، هاي انتر، والمفروض إنه هسه أنا رفعت الملفات هدول على الروبستوري. خلينا نتأكد، هاي جت status on branch master. خلينا نحكي إنه هذا الكلام مش واضح هسه في المرحلة إحنا فيها، لكن إحنا واقفين هسه على راوت اسمه ماستر، أو خلينا نحكي على باث اسمه ماستر. ما تركز في الأمور هاي، حنشرحها لقدام إن شاء الله. لكن شو بيهمني؟ يقول لي إنه الworking directory اللي تري إلها فاضية نظيفة، يعني كل الwork directory ما فيش عندك أي تعديل، ما فيش عندك أي ملف جديد. في المحاضرة القادمة راح أعلمك كيف تكتب رسالة بشكل صحيح وتكون بيرفكت. أتمنى كانت أفكارنا واضحة، ونشوفكم إن شاء الله بالفيديو القادم، ويعطيكم العافية.